دكتور محمد، بعد 6 أشهر على هذه الحرب، نريد معرفة خارطة السيطرة الروسية الحالية في أوكرانيا، وأيضا المناطق التي فشل الروس بالسيطرة عليها. طبعا حاليا في هنالك مناطق مسيطرة عليها منذ عام 2014، هي القرم، شبه جزء القرم، وكذلك أجزاء، جزء من لوغانسك، محافظة لوغانسك، نصف المحافظة ونصف محافظة دونيسك. مع الغزو احتل الروس أقليم سومي في الشمال، أقليم تشيرنيغا بالشمال، نصف أقليم العاصمة الأوكرانية كييف، احتل طبعا 3/4 تقريبا أقليم خاركوف، واحتلوا نصف أقليم ميكولاي بالجنوب. في الجيش الأوكراني استطاع أن يدحر ويهزم الروس في إقليم كييف في الشمال، وكذلك سومي وتشيرنيغف وتحصين الحدود الشمالية. واستعدى الجيش الأوكراني إبعاد الروس حوالي 50 إلى 70 كيلومتر عن مدينة خاركوف المليونية في الشرق. حاليا يبقى تحت السيطرة الروسية هو إقليم لوغانسك تقريبا كاملا، نصف إقليم دونيسك الذي محتل من عام 2014 لم يستطيع الروس أن يحرز به أي تقدم، كذلك نصف إقليم خرسون وأجزاء من إقليم طبعا كمغخار. ماذا عن المدن الجنوبية على غرار خرسون ماريوبول؟ ما هي هذه ماريوبول تأتي ضمن طبعا إقليم دونيسك، هي تابعة لإقليم دونيسك، وكذلك إقليم عفوا زفاروجا، نعم نصف إقليم زفاروجا لحين المحطة النووية. إذا لو رأينا هي مثل شبه هلال يأتي في المنطقة الجنوبية الشرقية، وكلها كانت بإفراط القوة وتباطؤ الدعم الغربي. منذ شهرين التقدم الروسي على الأرض توقف، والروس غير قادرين على إحراز أي تقدم بري، والجيش الأوكراني الآن ينتهز طبعا نهج مختلف، وهو نهج طبعا الألف عضة، وهو أمام جسد لا يريد أن يهاجمه بالطريقة التقليدية، هو سينهيكه بضربات كما رأينا، فقط 12 ضاربة هايمرز أوكرانية في يد الجيش الأوكراني استطاعت تدمير 50 مخزن للذخيرة الروسية. أين؟ في طبعا إقليم المحتل خاركوف، زاباروجا، دونيسك، لوغانسك، وتدمير جسور خرسون. الآن في خرسون الروس متوترين وينتظرون الهجوم يوما بعد يوم. ثم رأينا الآن نهج جديد منذ أسبوعين، ضربات في القرم، تدمير قاعدة جوية في نوفابيودروفكا، ضربة أوكرانية قوية في كيرتش، الدرونات الأوكرانية تصل إلى مقر قيادة الأسطول البحري الروسي. كذلك مهم جدا، وهذه معلومة أول مرة أقولها، يعني لم أتمكن من قولها سابقا، فقط اليوم تلقيتها، تكون حصرية لقناتكم، وهي جانكوي. جانكوي قبل أيام كنا نعلم بأن الجيش الأوكراني استهدف هناك عقدة سكة حديد لنقل التعديلات الروسية من الجنب للشمال، وكذلك محطة فرعية للطاقة الكهربائية لسرقة الطاقة النووية من زاباروجا. ولكن اليوم وفق تسريبات تأكد بأن هنالك مستودع ضخم للذخيرة الروسية قادمة من إيران، أبرمت روسيا عقدا ب4 مليار دولار لشراء السلاح الذي باعته لإيران في السابق، تشتريه الآن من إيران وتأتي به إلى القرم، والجيش الأوكراني يدمره، وهذا يعتبر فشل أمني روسي خطير، وكذلك أن روسيا عاجزة الآن عن طبعا صناعة وإنتاج الذخيرة، والآن الروس هم في موقف الدفاع. كذلك رأينا أن الروس تقريبا 40,000 سيارة وثقت هربوا من القرم نحو طبعا الأرض الروسية التي اليوم أصبح الروس يعلمون ما هي الحرب. الآن هنالك تأهب، والأوكرانيون لا يحارب الطريقة التقليدية التي يحارب بها الروس، هي القوة المفرطة بالتدمير، وإلا كان الجيش الأوكراني منذ فترة دخل خرسون، لا، إنما هي بطريقة دقيقة، إنهاج العدو، ضربه معنويا. روسيا عاجزة اليوم عن تجنيد شباب جدد. الخسائر الروسية تقدر ما بين جريح وقتيل 80,000 جندي، هذا المعلومات استخبارات الروسية، عفوا البريطانية والأمريكية. واليوم بوتين حائر ماذا يفعل، ويحاول الخروج من هذه الورطة، واليوم الأوكرانيين
ما تم احتلاله لم ولن يتم نسيانه. ورأينا طيب. مثالا حقيقيا من الواقع أرمينيا، عفوا أذربيجان استعاد أراضي من أرمينيا بعد 25 عاما. فما احتلته اليوم روسيا هذا لا يعنيه للأبد، إنما هو لأن الأوكران لم يستعدوا للحرب ولم يكونوا ينون الحرب، وكذلك القوة مفرطة، إلا أنه رغم القوة الهائلة الروسية 10 مقابل 1 أوكرانيا صمدت، وأوكرانيا سوف تعيد أراضيها.